تتواصل فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمزيد مع زميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية. نحييكم من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الذي يقام في نسخته الثانية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة. هذا المؤتمر الذي يحظى بزخم كبير، نتحدث عن أكثر من 130 جلسة حوارية وعلمية تقام على مدار فعاليات هذا المؤتمر، ومشاركة ما يزيد عن 800 مشارك من المتخصصين والخبراء سواء المحليين أو الدوليين ومن منظمات إقليمية ودولية. هناك العديد من المنظمات التي تشارك، وبالطبع منها الأمم المتحدة، منظمات الأمم المتحدة باختلاف تخصصاتها. وتحدثت مع عدد من ممثلي الأمم المتحدة الذي أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بتنظيم مثل هذه الفعاليات، وخاصة فيما يخص بالتنمية البشرية. اليوم تم وقعت العديد من الجلسات التشاورية والعلمية بمشاركة عدد من الوزراء. من بين هذه الجلسات التي أقيمت اليوم نتحدث عن مشاركة وزير الثقافة في جلسة مهمة للغاية كانت بعنوان دور الثقافة والدراما والإعلام في خدمة التنمية البشرية والقطاع الصحي في مصر. هذا فضلا عن مشاركة وزيرة التنمية المحلية في جلسة أقيمت اليوم أيضا كانت بعنوان اللامركزية والتنمية البشرية. هذا أيضا فضلا عن مشاركة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية في جلسة أيضا كانت بعنوان جلسة حوارية تحت عنوان قوة الثقافة والإعلام وتشكيل التصورات الصحية والسلوكيات الإنسانية. وشارك أيضا في العديد من الجلسات التي أقيمت على مدار هذا اليوم، وبالتالي نحن نتحدث عن مؤتمر للسكان والصحة والتنمية البشرية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتستمر فعالياته حتى 25 من هذا الشهر بإذن الله، وبالطبع نتابعه معكم يوميا بالصوت والصورة. إليكم زملائي في الاستوديو.